باصطفاف السيارات المحملة ب2000 بطانية كدفعة أولى من أصل 5000 من بطاطين الشتاء، انطلقت مبادرة صناع الدفا في طنطا بمحافظة الغربية، واللي بيتم تقديمها لأهالينا الأولى بالرعاية بقرى محافظة الغربية من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كدفعة أولى جايبين 2000 بطانية، بنستهدف في الغربية 5000 بطانية إن شاء الله، يعني الـ2000 دول يعتبروا دفعة أولى. مهتمين إن إحنا وفي نشاط المساعدات الموسمية نوصل ببطاطين الشتاء لكل أسرة غير قادرة، بنتعاون مع عدد كبير من الجمعيات القاعدية، بنشتغل على اختيار دقيق للحالات الإنسانية. توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية في كفر الجنيدي وحنون وشبرا ملس وحصة شبشير وكفر المحروق وغيرهم من قرى الغربية المستهدفة من مبادرة صناع الدفا، بيتم بتضافر الجهود للوصول بالمساعدات لمستحقيها. موجودين عشان بنستلم بطاطين نوزعها على المحتاجين بالقرية من خلال الجمعية مبادرة صناع الدفا. البطاطين ديت هتتوزع على الأرامل والأيتام والمستحقين، فاحنا بنشكر مؤسسة صناع الخير وبنشكر التحالف الوطني. احنا عندنا قاعدة بيانات بالحالات الأولى بالرعاية مستحقة من الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، اللي بنحاول نوفر لهم احتياجاتهم الخاصة زي البطاطين مثلا، حمل صناع الدفا، زي قوافل العلاج. نشكر الاتحاد الوطني ومؤسسة صناع خير على المجهود اللي بيعملوه معانا من كراتين وبطاطين. من العربات الكبيرة جدا دلوقتي حملت، العربات اللي خدناها دلوقتي هنروح على الجمعيات، كل انا مثلا مندوب الصنطة واخدين لجمعيات الصنطة هنوزع على البيوت. الانخفاض الشديد في درجات الحرارة السنة دي كان سبب رئيسي في اطلاق صناع الدفا عشان يتم توزيع 50,000 بطانية على مستوى الجمهورية، واللي بتعكس استراتيجية المؤسسة والتحالف الوطني في تنفيذ منظومة خدمات إنسانية بتشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجاً في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية.